أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية من طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في جامعة ميسان، نرحب بكم ونستأنف محاضراتنا للمقرر الدراسي ميكانيك المواعي فلويد ميكانيكس. اليوم نشرح سيلف ستينشن والكابلارتي. كما تعلمون السيلف ستينشن اللي هو الشد السطحي واللي أخذته بمراحل سابقة، والكابلارتي اللي هي الخاصية الشعرية. محاضركم أنا دكتور صباح فالح حبيب، تدريسي المادة. السيلف ستينشن الشد السطحي، من هذه العبارة راح أعرفها لك. This phenomenon can be explained by visualizing the cohesive forces acting on two molecules or particle in a liquid. عندك قوة تماسك بين البارتيكلز الجزيئات تكون من يكون قريبة على السطح، فتحصل ظاهرة الشد السطحي. شلون تكون؟ عندك القوة، محصلة القوة تكون للأسفل كما واضح هنا عندك بالرسم. Result force is vertically downward للأسفل. The resulting cohesive force يعني قوة التماسك بين الجزئيات، محصلة قوة التماسك بين الجزئيات، attempts تحاول to pull downward للأسفل on the surface يعني أسفل السطح. هذه الشد السطحي نرمز له بالرمز سيجما، والسيجما الوحدات مالتها نيوتن لكل متر او باوند لكل فوت اذا باليو اس كوستوميس يونت سيستم. السيرف ستيشن اللي هي السيجما قيمته الاي سائل تعتمد على يمن على درجه الحراري. سيجما فاليو فور اني ليكويد ديبند برايمرلي ابن ذا تمبرتشر، وكل ما تكون درجه الحراره عاليه كل ما يكون السيرف ستيشن اصغر قيمته. The higher the temperature, the surface tension value becomes smaller. تصبح أقل. هسه واضح بابي؟ أكو واحد ما مفتهم شنو surface tension؟ واضح دكتور. أكو واحد عنده سؤال عليه؟ ليه متى يكون؟ عندما تكون البارتيكل وين قريبة من السطح؟ بعيدة عن السطح ما يكون، ليش؟ لأن resultant force مال تجربيها زيرو. ليش؟ القوة هاي من اليمين وهي اليسار، هاي موجب وهاي سالب، وحدة تاكل واحد، هاي فوق هاي جوا، وحدة تاكل واحد، هاي من هذا الاتجاه هاي عكسها، هاي كذا كذا، هاي وين اخذتوها؟ اخذتوها بالاكوليبيريم بالستاتيك، صح لو غلط؟ اخذتوا اكوليبيريم بالستاتيك بابا؟ مو؟ نعم استاذ. فتكون المحصلة زيرو، زين، يعني هاي البارتيكل هاي هاي اندر اكوليبيريم، صح؟ هاي اكوليبيريم بها ولا؟ من يقول لي هاي بها اكوليبيريم ولا؟ هاي نعم دكتور. نعم دكتور. الثانية هاي القريبة على السطح بها اكوليبيريم؟ ما بها. ليه؟ ما بها. ما بها. باتجاه الاكس بها اكوليبيريم ولا باتجاه الاكس؟ اي بها الاكس موجودة بس عافية. باتجاه الواي ما. نعم بها. عافية بس باتجاه الواي ماكو لان ما موجودة من باتجاه الواي ماكو. عافية لان ما موجودة من فوق. فلذلك يصير نقول vertically vertically downward. اوكي انتهى. نعم هنا عندنا homework. homework عندك هذا هم بعدين انا اشوف له حل، احله يجوز وانطيك homework ثاني اذا تشوفه عليك. انه يقول لك drive stuck in equation to estimate the internal pressure. تعرفون العوامل الضروريه اللي تاثر على السيرف ستيشن هو الانترنال بريشر اللي هو الضغط الداخلي، بالاضافه الى الضغط الجوي، وبالاضافه الى نصف قطر التكور والزاويه مال ميلان. Equation to estimate the internal pressure that is due to the surface tension. الضغط الداخلي اللي يصير على السطح بسبب التنشن السيرفيس تنشن الشد السطحي. And atmosphere pressure وكذلك الضغط، يا هو
يستخدم هذا العلم للضغط الجوي of the liquid drop اللي قطرة الماء المبينة في هذا الشكل 1.13 بشكل 1.13 وين موجودة؟ in the lecture notes. هذا عندك هنا انبوب بماء جبته وخليته بهذا الوعاء الكبير البي ماي، صار هنا ارتفاع بالانبوب اتش، طبعا هذا الاتش بعدين راح يصير عندنا ضغط يجب نجربوه، وهاي عندنا ثيتا، وهنا أنا يريد من عندك تحسب له تشتغل لك معادله الحساب الانترنال برجر والاتموسفيريكال براير. هنا أنا توضيح، هنا أنا توضيح كانما فري بودي دايجرام، توضيح المن لل 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 للجسم لل الشكل مالتنا بالهوم. احاول احل اني لكم ان شاء الله وانزله وبعدين اعطيكم مثال واحد وخير. كابيلاريتي اللي هي الخاصيه الشعريه كلكم سامعين بها، تذكرون يعني عندنا ويتنج ونون ويتنج ليكويد. الخاصيه الشعريه مثل ما اخذته سابقا بابا في مراحل سابقة كلكم، أكو واحد يقدر يعرف الخاصية الشعرية من الطلاب؟ أكو واحد يتذكرها؟ زين، أكو واحد يقول لي وين أخذتوها بها مرحلة؟ هو الترابط والتلاصق أعتقد. التلاصق والترابط، وين أخذتوها بها مرحلة؟ أستاذ بالإعدادي يمكن، ما أدري. صف رابع إعدادي. صف رابع إعدادي صح؟ صحيح، الرابع أخذتوها صحيح. اللي هي زين. هي كأنما مقارنة بين التلاصق والتماسك. وأنا ليش؟ حتى من شرحته وكذا باعتبار ما أخذيها يعني، أنت اللي تاخذه مو انتهى بعضك، تستفاد من عنده. أوكي. المهم، هسا عندك ذني أنبوبين، وكل أنبوب بماء، سائل معين. الماء الفلود البي يختلف، واحد من ثاني يختلف. نجي يقول depend upon the comparison between the forces of adhesion and cohesion. اعتمادا على المقارنة بين من؟ بين القوة الالتصاق adhesion والتماسك cohesion. قوة التصاق بين الجزيئات واكو قوة تماسك. التصاق وحده ملتصقه بالثانيه وتماسك وحده قريب يعني وحده قريبه على الثانيه. نيجي تقارن ذن الثنين، من مقارنتهن راح تعرف شنو نوع الليكويد، وراح تعرف شنو السطح السيرفيس، السطح ايش راح يكون، مقعر او محدب، من مقارنه ذن الثنين. نقول if the force of a liquid adhesion، اذا القوة مال السائل مال قوة مال التصاق السائل يعني بينات الجزيئات بينات to the molecules إلى الذرات مالته أو المولات مالته of the surface of its